من جديد أجمل تحية لكل الناس اللي انضمت لمتابعتنا في صباح الموج الأزرق. اليوم حنفتح ملف مهم جدا في الشأن الهلالي، ملف عضوية نادي الهلال. طبعا في الفترات الماضية كانت موضوع العضوية ده شوية كان مغلق، وما كان في طريقة إنه الناس تقدر تحصل على بطاقات العضوية لنادي الهلال. حاليا تم فتح باب الانضمام لعضوية نادي الهلال تقريبا برسوم سنوية وأخرى تدفع شهريا. طيب أيوة، حاليا يعني إلى الآن خلينا نقول إلى تاريخ هذه الحلقة عدد أعضاء نادي الهلال أول اللي تحصلت العضوية تقريبا 4000 من بين كل الملايين اللي بيشجعوا نادي الهلال في داخل وخارج السودان. لو جينا عملنا مقارنة بين الناس اللي عندهم البطاقات والناس اللي لسه ما تحصلت، طبعا حنلقى في فرق كبير جدا في العدد. انت عارف لما يكون عندك بطاقة النادي شنو المميزات اللي انت ممكن تتميز بها؟ خلينا نتكلم على انه بعد انتهاء يعني فترة لجنة التطبيع الهلالية، طبعا حتكون في انتخابات لتعيين رئاسة جديدة لنادي الهلال من خلال انتخابات حرة ونزيهة. ده أكيد هو عنده مرتكز أساسي في أنه هيخلي الناس الانتخابات تكون نتائجها مضمونة ونفسها هي تكون حرة وما يكون فيها أي تزوير أو أي شيء، لأنه هيكون محصور عدد الأعضاء أو الناس اللي عندهم يسمح لهم بإجراء الانتخابات أو التصويت للاختراع. طبعا احيانا بتحصل حاجات في الانتخابات، بيجوا ناس بيدفعوا لهم قروش عشان يمشوا يصوتوا للجهه الفلانيه. لما انت تكون عندك بطاقه طبعا انت بتكون احق، وبتمنح تماما كل الوسائل اللي ممكن تحدث اثناء الانتخابات. عشان كده ده موضوع مهم جدا، اتمنى انه الناس من الليله يعني الموضوع انه 4000 دي تنتهي والناس تبدا تفكر جاده في انها هي تحصل على عضويه نادي الهلال. خلونا نتكلم عن المشكله الاساسيه، ليه الناس متكاسله في انها هي تحصل على بطاقه العضويه لنادي الهلال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، علينا يا قمر الدوله، صباح الخير. التحية لك والتحية للتيم العامل في قناة الهلال الفضائية، والتحية للمخرج الرائع جدا مازن الضوء. مرحبا بك. وازاي الأمورة؟ كويسة الحمد لله يا قمر، تسلم كثير، شكرا لسؤالك. والله الحمد لله يعني. طيب والله أنا أحييك لينا كوني فتحت العضوية. نعم. ونحن والله صراحة من بدري يعني المفروض يكون عندنا مقترح للعضوية ده في الأسبوع إن شاء الله بتقدمه مرة. نعم. طيب أنت هل تعلمي نادي الهلال الكيان البلين ملايين من الناس للاسف الشديد 4000 العضويه؟ صحيح. طيب انا عندي اخوي طوالي هنا تكون سامعني الهندي علي البشير، فات من هنا مخصوص للعضويه. لما فات هناك وصل قام واحد ساله قال له الدار يزكيك منه، قام مرق. انا اتناقشت مع اسماعيل، هسه ان شاء الله يسمعني اسماعيل عثمان السيد بالنسبه للعضويه دي، قلت له يا سيد اسماعيل عثمان انا اتمنى نحن في مرحله حقت كورونا، ومرحلة الكورونا دي ما ممكن دول يجي من نيالة عشان يجي الخرطوم يعمل عضوية، ما ممكن دول يجي من بورسودان عشان يعمل العضوية في الخرطوم، ما ممكن دول قلت له يجي من الدمازين عشان يعني ضربت لنا مثل بكل الولايات. أيوة البعيدة، نحن الجزيرة قريبين، لكن نحن يا أستاذ معز الدسوقي زمن الكاردينال زمان كنا نتكلم بنقول يا جماعة العضوية دي المفروض يعني تتفعل، التفعيل ده بيجي كيف؟ أنا أتمنى العضوية في الخرطوم دي، انا اتمنى الهلال ده في الولايات. بالمناسبه انا متاكد تمام كل ولايه، يعني هسه نحن ولايه الجزيره واد مدني مثلا، ولايه النيل الازرق الدمازين، ولايه مثلا سنار، ولايه مثلا جنوب دارفور، شمال دارفور، بورسودان، كسله، اللبيط، انت عارفه؟ قلت له يا اخي اعمل لكم وفود، واي البلد ده في البلد بالمناسبه مش فيها وفود فعلا عشان يسهلوا على الناس. صح طبعا. نعم. وبعدين احنا في فتره حقت كورونا، وبعدين الناس دي كلها دايره تدعم الهلال ده، وانا تكلمت مع اسماعيل عثمان السيد، قلت له يا اخي العزيز الاهلي المصري ما محتاج لجيوب اموال، ونحن الاثنين نمرق، قلت له يا اخي نحن اول شيء دايرين نمرق من جيوب الافراد دي. صحيح. عشان الهلال ده يكون مؤسسه. نعم. ومنظومه كبيره جدا. يا جماعه وسعوا العضويه، امشي الولايات، الولايات ده انا متاكد، قلت له والله الاربعات دي هسه يجوا ود مدني هنا دي الجزيره اربعات. يمشوا. نعم. شوف بعد ذاك يمشوا القبارف، يمشوا بورسودان، يمشوا نياله، يمشوا المبيض، يمشوا الدمازين، يمشوا كوستي، يمشوا ربط. نحن قلنا بس على الاقل
لان انت في النهايه انا زي ما انت تكلمتي انا ما ممكن يكون هلالي اصيل جدا وفاقد العضويه. ليش؟ شوف بعدين احنا يا جماعه نكون فريحين ونكون واقعين. الليله انت لما اكثر الليله لما امشي الخرطوم مباشر افضل الله يجيني هنا في ود مدني يكون عندي ممثلين امش اطلع لو بدك ب 2000 ب 3000 ما مشكله. لكن انا امش اخشر مواصلات 10000 عشان اطلع لي بطاقه ب 1000 جنيه انا اتمنى. وتكلمت مع مجلس التطبيع ده كثير جدا. انت الهلال ده الهلال الكيان ده فيه ملايين من الناس وفي ناس بيحبوا الهلال حب ترمدي. يعني زي ما تعتبر انا كان مشيت الخرطوم قضيت غلط، لا انا الخرطوم دي بمش لانه عارف في مشاكل. الخرطوم دي بالمناسبه في ناس حتى الواحد لو داري مش يقول لك انا ماشي يوم واحد لو بيت ما عارف ابيت وين. نعم. في ناس بيقول لك يا اخي انا والله عندي الاهل وعندي اي شيء لكن برضه بشوف. ابدا انا اتمنى من لجنه التطبيع وبقول لك صوبات ثانيه اسمعنا يا اخي، اسمعنا مره يا لجنه التطبيع يا صوبات. وانت يا اسماعيل عثمان السيد اتكلمت عن العضويه وقلت العضويه لو ما اتفعلت وجمهور الهلال ده شال نفسه بنفسه نعم معناه الهلال مش بكون في مشكله ماليه. فعلا طيب نحن دايرين نشيل يا استاذ معاذ نكون صريحين، انت ما فتحتي موضوع ونحن نتكلم فيه باستفاضه. نعم يا استاذ معاذ الليله لو فتحوا العضويه في كل مدن قلت لك مدن السودان دي في رايك الهلال ده ما بكون اقل شيء فيه 150000؟ اكيد. طيب صحيح ال 150000 دي شوف عضويه ثانيه نحن ثاني ما بنحتاج ان شاء الله لجوا الافراد. لان احنا ما ممكن الادارات دي ما يعني المجلس يعني الليله بقت المجالس الاداريه حقت الهلال بتجيب ناس القروش وخلوا الفنيين. يعني الليله احنا المرتكز الحقيقي الفاقدين في الهلال بتجي لجنه حق التطبيع او لجنه منتخبه ديمقراطيه بيجيبوا ناس القروش كلهم وهنا عندنا بنسوا الفارغ الحقيقي. نحن لابد يكون عندنا الناس الفنيين اللي لعبوا كوره اللي بيعرفوا كوره اللي بيجيبوا لعيبه. لكن احنا للاسف بقت الظروف ضاغطه عشان كده تجيبوا ناس الجيوب. نحن نتمنى الجيوب دي تنتهي. نحن دايرين ثاني حتى الرئاسه حقت نادي الهلال لما يوسعوا العضويه في كل المدن وتكون بالالاف الكثيره. نحن دايرين يوم من الايام يكون رئيس نادي الهلال يكون واحد من اللعيبه القدام يكون خبير، لكن على شرط خبير مش نعم. مش ذول لعبوا وانتهى، لا ذول يكون خبير رياضي يمسك راس الهلال. المال بيجي من وين؟ بيجي من العضويه. صحيح. العضويه منو؟ يا هو جمهور الهلال. نعم. يبقى نحن يا استاذه معزه موضوع كبير ومطروح. انا اتمنى من الان لجنه التطبيع تسمع الكلام وشوف الحاصل شنو. الولايات ما سهله وما ممكن زي ما قلت لك يجيب ذول من نياله وبورصبان عشان يبرلوا عضويه. ما نعم. ممكن ذول خسر من بورصبان ونياله 20000 جنيه عشان يلقوا عضويه ب 1000 جنيه. تعالوا انتم قراب اعمل لكم مكاتب في اقرب مدن. والهلال ده انا متاكد في كل محل عنده اخطاب وادارين على مستوى. لو مسكت جميع ولايات السودان انا متاكد تماما والكلام ده بقوله وربنا بيسالني به. نعم. عشان كده نحن لو دارين العمل زي ما بقول يكون يعني العمل كله تيم وير. انا اتمنى من لجنه التطبيع نحن دارين الوحده، وانا دائما بتكلم في قناه الهلال في الوحده القوه في القوه النضال وفي النضال الجساره في الجساره. ملايين الشعب ده يجيب كاس. لكن اذا نحن بقينا ما متوحدين وبقينا مفترقين ومختلفين دي مشكله. وبعدين اذا كان اصلا ما ممكن يا اخي انت تعمل لي يعني فتحت العضويه واي حاجه لكن في ظروف بيئيه صعبه. نعم. يعني في ناس كتار بيقول لك نحن عملنا كذي وقفوها كذي لانه التباعد، لانه احنا قال وزاره الصحه قالت ما دايرين تجمهر. صحيح. ما دايرين. يبقى نحن الوضع الطبيعي ايش يا معزه؟ نعم. الوضع الطبيعي يكون فيه انفتاح وانحلال زي ما انتم امس في قناه الهلال. انا اقول للنذير مبروك ولاداره الغنا مبروك استضافت لنا اسماعيل عثمان السيد واتكلم بشفافيه. يبقى نحن بعد يا جماعه احنا ما دايرين غير الصدق والشفافيه والنزاهه. نعم. اي ذول عارف العليو لجنه التطبيع تسمعنا نحن كجمهور اذا ارادت ان تمسك في الفتره دي واذا زادوا لها مدتها ثاني في فتره كورونا دي يوسعوا المعون. انا ما ممكن اصلا ما ممكن العضويه دي تكون مكترثه او مربوطه مثلا في العاصمه. نعم. ليش يعني انت تفتكر؟ نعم. الهلال ده كله في الخرطوم؟ لا والله ابدا. فعلا. الهلال ده كده لما نمشي الولايات شوف الجمهور اللي بيجي من الولايات وشوف الناس اللي بيجوا من الولايات وشوفي الدخل زمان كان كيف قبل كورونا ده. نعم. يعني هو يعني يا قمر اسي يعني ممكن يكون حديثك في انه يعني يكون في مراكز لاكتساب العضويه في ولايات السودان المختلفه حتى انه الناس تتسهل على موضوع القدوم الى الخرطوم لانه احيانا بيكون في صعوبات. نعم. يا سلام عليك. وبعدين يا استاذه معزه انت ليه الهلال ده ما فيه كل الطبقات، فيه الغني وفوق الفقير وفوق المتوسط الحالي وفوق المتيسر. نعم. شنو؟
ما درجات. علينا الانسان البسيط ده، لما انا مثلا قاعد مثلا مدينه ود مدني ولايه الجزيره، والله في مركز لاكتساب عضويه نادي الهلال في الحته الفلانيه، نعم. او في المركز الفلاني او في النادي الفلاني، انا لما اقوم ما بحسب بعد مواصلات. والله انا متاكد الشيخ بوته بيجوا، والشيخ الحداد بيجوا، والشيخ ملغوره بيجوا، وفي العزازي وفي معتوب بيجوا، لانه ده شنو؟ لانه جونا في منطقتنا. انت الليله لما تجيني في منطقتي انا ما بخذلك، لكن ما ممكن دي فتره كلها حقك مجازفات، وفتره تعلمي انت تعلمي تماما اقتصاد البلد، يعني لنا استاذ معزه انت زولا وكل انسان عارف اقتصاد البلد، ان البلد تعبانه، البلد وضعها ما في امن، اخي صادف انا امشي تتغير صحيح. يعني ممكن خلينا قمر في ملخص حديثك نقول انك انت بتطالب لجنه التطبيع بانه يكون في مراكز للعضويه في ولايات السودان المختلفه حتى انه الناس ما تضطر وتجي الخرطوم. شاكرين لك يا قمر. نعم الرساله اسمعي، نعم الرساله وصلت. انا اخر حديثي والله يا اخي بوصل تهاني وتبريكات وبرضه حاله شفاء، ربنا يشفي اخونا الهندي العوض بركه الله ورسول الله، وربنا يشفي خاننا يوسف القرشي، وربنا يشفي محمد عثمان ومحمد موسى والد عثمان بابو، وربنا يشفي الشفاء العاجل لكل المرضى، وبرضه نترحم على الاداري الفذ عبد المنعم عبد العال بمدينه المدني، والصحفي المرموق محمد احمد بسوق الشارع الرياضي، نسال الله ربنا يجعلهم فعلين وربنا يتغمض برحمه الواسعه، ونسال الله انه لجنه التطبيع تفكر في الحلول لنادي الهلال كي نكتسب العضويه ونكون ما محتاجين لجيوب الافراد. وليك الشكر والتقدير استاذ معلم. شكرا لك يا قمر الدوله، شكرا جزيلا على تواصلك معنا. قمر ممكن يكون ممكن اخذ محور الحديث على انه في معاناه للمشجعي الهلال اللي موجودين خارج ولايه الخرطوم عشان هم يجوا للخرطوم يكتسبوا العضويه. فواحد من المقترحات عشان يكون في تسهيل هو طالب بانه يكون في كل ولايه مركز، يعني او خلينا طبعا اي مدينه تقريبا في الخرطوم في السودان ده عندها نادي للهلال. فيعني ممكن يكون في الانديه انديه الهلال المختلفه في ولايات السودان انه يكون دي المراكز اللي عبرها يتم اكتساب العضويه، يعني بمعنى انه مجلس اداره او خلينا نقول مجلس التطبيع يكون عنده مناديب او يوفد ناس الى كل الولايات حتى يتسهل للناس اكتساب العضويه وما يكون في مشقه في انك انت تجي للخرطوم، لانه طبعا يعني الموضوع ده توقف بسبب جائحه كورونا يعني بقرار من لجنه الطوارئ العليا بان هي وقفت كل التجمعات بما فيها التجمعات اللي كانت بتعقد لاكتساب عضويه نادي الهلال، عشان انت تخفف الضغط على هذا الامر فعلا اعمل مراكز في أندية الهلال في الولايات وبعبرها ممكن يكون الاكتساب سهل جدا. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا، عليكم السلام. معك إبراهيم موسى ضاربين لنا من المسلمين. أهلا بك، أهلا بك وأهلا مرحبا بك. واليوم فتحنا ملف العضوية وبنتكلم عن الإشكالات اللي بتواجه اكتساب العضوية في نادي الهلال، وليه الناس متقاعسة إلى الآن من اكتساب العضوية بما أنه الباب أصبح مفتوح. والله اول حاجه عضو الهلال استاذ معزه، نعم انا اول حاجه في البدايه العضويه دي النادي لما تجي تقدم هل هي عندك بتاع التشريف انه والله انا عضو في نادي الهلال ولا انا اكون فعال في عضويه لنادي الهلال؟ نعم يعني حسي دي العضويه دي يعني احنا اشتغلناها بدري، يعني زمن ابو عبد الله واغلب الناس اللي اشتغلوا العضويه انه بس الواحد يقول لك والله انا ماشي اختار الرئيس. نعم. ما اعرف انا يعني انا عشان امشي بس العضويه دي عشان انا اكون مثلا جزء مع الكاردينال ولا مع الدرير ولا حذرين، بس ده الهدف كله يعني حتى لما تلاقي واحد من الناس اللي بيقدم العضويه دي بيقول لك انا والله انا عاوز اشارك اكون في موقع الحدث او في موقع المسؤوليه مثلا في اداره النادي. نعم. معناته انا ماشي اقدم العضويه دي بس انه بس انه صوت بس اقدم الانتخابات وبعدين في نفس الانتخابات بس. نعم. دي المشكله هنا في العضويه. حاسس دي العضويه في الهلال قالوا حساب بتاع 4000، انا اكد لك الكلام يوم من الايام حاسوني لك لو جو 1500 من ال 4000 ب 2000 وزيت انا متاكد لك انه ماشي واحد
هيجي يجوا العضويه. كويس؟ طيب. ده بالنسبه للعضويه. ويعني حسي ان نتبع مرات يعني بيجي قرونات انه مثلا العضويه في نادي الاهلي، الاهلي القاهره بالذات. انا ما اعرف نادي الاهلي ده هل في فرقه بس احنا بنقارن بالاهلي. الاهلي ده لما قام في العضويه بتاعته قام انه نادي اجتماعي في المقام الاول. صحيح. يعني اسر. نعم. بتقعد في النادي فطور وغداء وعشاء، ويمكن يكون في مدارس اكاديميه ده في نادي الاهلي القاهره. لكن أيوة احنا في الوضع بتاعنا بتاع السودان نختلف اختلاف توتالي عن النادي الاهلي. احنا في السودان الليله مثلا انا ساكن في الكلابلة ابادو، هل عندي المقدره بالرغم انه انا اسمي مختلف، هل انا عندي المقدره يوم اجي نادي الاسم الهلال؟ ما عندي المقدره، انا اقولها بالواضح كده. نعم. انا بشوف النادي بتاع الكلابلة عشان امشي العب فوق قدام انا ولا كشتينا، امشي في نادي الهلال عشان اعمل شنو؟ كل الناس انا اقول لك يا هندل العالم ده كله اي واحد اسالي انت عشان دار العضويه عشان شنو؟ ده نعم. في السؤال الاول انت عم تقدم العضويه، لان انا مش انه مثلا ضد العضويه، لا دي العضويه مكتسبه لاي نادي في الجزيره، في الجزيره، في جزيره الفيل، في النيل، في الاتحاد، في غيره. نعم. برضه في الخرطوم، في الخرطوم الوطني، في نادي الاهلي، في نادي النيل، وده السلطان وكل يعني الناس اي في جهه عند ده الوضع بتاعنا كده. نعم. لكن الناس لما تيجي تتكلم وتيجي تتوسع وانه دارين العضويه في الاغاني، في الاغاني صح انت ممكن نعمل عضويه، لكن الليله ما ممكن مثلا زول من التمازين ولا زول من المسلمين هنا ده عشان يجي يركب ديباص عشان يمشي بس يقدم صوت يجي يقول انا عايز العضويه. نعم. العضويه حسب 4000 دي والله انا اكد لك لو فعلا فعاله العضويه دي فعاله في الـ 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 في نادي الهلال. نعم. ممكن تعمل الشيء الكثير، لكن ما نقدم نقارن يا جماعه اي حاجه. نادي الاهلي اسمه معسكر نادي الاهلي ما بيدفع من جيبه، صح ما بيدفع من جيبه لانه نادي مؤسس. هو فعلا يعني فعلا الانديه اللي هي النادي غير انه هو رياضي نادي اجتماعي، ده الفرق. فانك انت موفر للاسر كل المعينات او حاجات الترفيهيه اللي بتخليهم هم فعلا يكونوا مشجعين انهم هم يكتسبوا العضويه عشان اولاده. ايوه فده المطلوب في الانديه السودانيه. نعم 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 عشان كده الناس ما تغير لنا، لكن نشوف حدنا نحن واقعنا نحن شنو؟ واقعنا نحن شنو؟ انا حاسس ان انا ماشي نحن في الهلال، حلقه شنو؟ في المناطق بتاعت السله جدا، اما السله الطايره حاجه مش شديده، لكن الليله باجي عشان الناس حاسس ان دي كلها لحد حاسس بنجي نقعد في الانديه دي كلها، كشتينا، دومنا، ليدو، ده اللعب الحاصل، انا عملت عشان اللي اسمه عشان احنا دايرين حتى اللي اسمه اللجان الطبيه او بعد مجلس الاداره يعني يعمل له حاجه عشان يخلي الناس يعني القريبين يخليهم من البعيدين، فعلا الواحد ما قدر انه مثلا انا عندي عضويه يعني تشريفيه مثلا انا في مجلس انا اقول والله انا عضو في نادي الهلال انا عضو في لا لا انت الليله العضويه دي انت المفروض يعني تكون فعاله في شيء معين، مش انه مثلا أنا والله انا اخذتها في جيبي انا عضو انا عضو عضو في يعني شنو يعني في 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 اللي اسمه احنا الهلال ده ما من الليل كم ده ما بنقول مثلا عبط شاكر ولا حاجه بشده عن جون الطيب عبد الله. صحيح. يعني ذات الواحد كان يعني حاجه كبيره جدا جدا يعني تمشي نادي الهلال تمشي تشوف الحظ شنو في نادي الهلال وحتى في ضمن الشجره في يوم من الامم المتحده يعني نشوف شو الحظ في الهلال يعني عشان كذا الناس يعني يدون اراء جريئه انه العضويه ذاتها الواحد اكتسبها عشان شنو؟ عشان يعمل شنو؟ عشان اسمه ما قدرت انه مثلا والله انا شخصيا اي زول عايز يكتسب العضويه عشان انه يدي بس الرئيس منه والسلام عليكم والله انا واطب عندي وجهه نظر في الحته دي كثير جدا جدا. نعم. الناس توعي الناس في اكتساب العضويه. انا ما اقدر اكتر اكثر من كده. شكرا شكرا كثير لك. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. نقطه مهمه جدا هو ممكن تكون يتحدث عنها فعلا موضوع انك انت يعني انا من اجي النادي عشان اجي النادي عشان اعمل شنو؟ حاليا كل النشاط الموجود في نادي الهلال هو كره قدم في سله، لكن طبعا عشان انت تفتح موضوع انه يكون في اسر وتجي ويكون في حاجات في محفزات او حاجات تكون جاذبه للاسر انها تجي النادي لازم انت تفتح النادي ويكون فيه حتات بتاع الترفيه للاطفال.
عشان كده ممكن العضويه توسع، يكون في اماكن مهيئه للاسر. ده الفرق بيننا نحن وبين الانديه المصريه اللي نحن بنقارن نفسنا بها، في انه النادي الاهلي عضويته كانت خرافيه في اول يوم لتسجيل العضويه في النادي تقريبا، لانه هو موفر اي شيء لجمهوره في كل الجوانب، الجمهور على الاسر على كل الاشياء اللي هم بيطلبوها. يعني الحاجه ما واقفه على انه هو نادي رياضي فقط، هو نادي رياضي واجتماعي وثقافي في ذات اللحظه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله استاذ معز، صباح الخير. مرحبا، صباح النور، اهلا وسهلا. معك اسعد عبد القادر، حييكم من الجزيره. مرحبا بك يا اسعد، اهلا مرحبا بك. اليوم الحديث عن ملف العضويه في نادي الهلال والاشكالات اللي بتجيف قدام اكتساب العضويه، او خلينا للناس متكاسله في ان هي تكتسب عضويه نادي الهلال، ويا ريت تاخذ راي المتصلين الاثنين اللي كانوا قبلك ونعقب على الموضوع. والله العضويه دي يعني الناس دي كلها يعني دار تخش في مشاكل، واستزاد الناس اللي يعني البدور الهلال دي لحد الان ما قعدوا شافوا مشاكل اللي حاصله فعلا. مشاكل في العضويه نفسها ولا مشاكل في شنو؟ مشاكل في النادي ده زاد، الهلال ده أسي خرج من البطوله الافريقيه دي لحد الان ما شافوا المشكله خرج منها كيف. نحن الليله يا اسعد خلينا موضوع الفريق ده، خلينا في موضوع العضويه والفريق ده أسي هو ماشي كويس في الدوري الممتاز، موضوع الابطال دي لسه بدري عليه شويه، فخلينا الليله في موضوع العضويه وانا عايز اخذ رايك فيه. والله العضويه دي نحن ما عندنا مشكله، اي زول داير عضويه يعني الناس تمشي، لكن في ناس تمشي يقول لك قفلت. اها. في ناس كثير قفلت بمعنى شنو؟ يعني انه هم اخذوا العدد اللي عايزينه ولا شنو؟ قفلت. ايوه يقول لك اخذوا العدد اللي عايزينه، نحن خلاص انا ما عندنا عضويه. طيب. انت جيت النادي وقدمت وقالوا لك كده؟ لا لا انا ما اجي، لكن انا بسمع بتسمع. انا بعيد في الجزيره ما اجي سنه، جيت بحضر كور بس برجع، انا بجي بشجع بس برجع. ما عندك الرغبه في انك انت تكتسب عضويه نادي الهلال؟ والله انا عندي حاجه واحده، عندي لاعب كان اقدم في اي نادي انا بكون مبسوط والله، لانه لاعب موهبه كبيره ولحد الان ما في زول شغال، ولد ممتاز. انت يا اسعد دار تبقى سمساري، شكلك بتاع لاعبين. انا بقول لك ورينا رايك في موضوع العضويه، انت دار تجيب لنا لاعب. طيب كويس، خلينا نشوفه في الفتره الجايه لو اساسا خليه يجي النادي. انا قبل كده قلت لك خليه يمشي النادي. والله يا استاذ معز، والله العظيم الولد ده انا لحد الان زعلان منه زعله شديده خلاص. زعلان منه ولا زعلان عليه؟ زعلان عليه، لانه لاعب مهار يمكن يسد كانت الهلال، كانت اي نادي في الدوري الممتاز في دوري الابطال. ولد بيلعب وسط. بيلعب وين هو؟ بيلعب هنا في الجزيره، هنا معاه في الجزيره. وين؟ طيب في اي حته في الجزيره؟ والله بيلعب في التكله، يعني قاعد يلعب حاليا في الرد، بيلعب في قلبيات دوريات في التكله، ولا اسمها شنو؟ التكله، هذه اسمه مصطفى. عرفتها يا حاضر الحته دي؟ طيب جنب كعب الجدار هنا نحن. اها قريبين لكم. طيب يا اسعد، انت دي المره الثانيه بالمناسبه تتكلم لي عن اللاعب ده، وقبل كده قلت لك هو قاعد في مكانه ما حيصل، انت خليه يطلع ويجي الخرطوم. يعني جيب الخرطوم بدل ما نحن نقعد نتكلم، جيب الخرطوم وامشي قدمه لواحد من الانديه، واكيد هم حيشوفوا موهبته فعلا. لو كان هو صاحب موهبه حيلقى حقه ويلقى مكانته. المشكله شنو؟ المشكله يا استاذه التسجيلات الاخيره دي. لا، ما موضوع التسجيلات ده موضوع، دي مرحله ثانيه. في نادي مدني في رمضان قال له تعال سجل، ومشى وقع وسجل، وقال له تيجي تلعب بعد العيد، لما نفسي جاء بعد العيد قال له والله اسمك ما نزل في الكشف. يعني شوف الناس تلعب على الناس، يمكن اللي قال له وزول ثاني بواسطه. طيب هو وقع؟ لا، هو وقع في كشف النادي؟ وقع عديل، وقع وقسم، وقال له بعد العيد. التوقيع كان وين؟ التوقيع بتاع العقد كان وين؟ في الاتحاد ولا كان في النادي؟ في مدني هنا، عندهم اتحاد عديل. في الاتحاد؟ في الاتحاد ده معناه حقه محفوظ.
والله العظيم لما دق بعد العيد قال له والله اسمك ما نزل عندنا، يعني شغلنا فيها لعبة كثيرة، ونحن والله أنا والولد ده بس داير خش الخرطوم ده، ونحن قدمنا كثير والله. نحن قابلنا كابتن شوقي عبد العزيز، طيب كويس، بيقولوا لنا أصبروا بس أصبروا، إحنا بنشوف لكم طريقة نسجل الولد. خلاص تابع مع كابتن شوقي، لأنه هو مدام قال لك أصبروا إنه حتكون في فرصة، معناه هو فعلا عنده موهبة، وإن شاء الله في يوم بيصل، لأن الناس دي قاعد تدعب سنين. نعم، احنا قابلنا كابتن شوقي ذات وقعدنا معاه ومعانا، وبرضه استاذ حسن برضه ما شاء الله ما قصروا. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يوفقه ونشوفه يوم من الايام في نادي الهلال زي ما انت بتتمنى. شكرا لك يا اسعد مصير، انه اللاعب ده لازم يصل ويلعب في الهلال، وهو موجود بعيد في الجزيره، اكيد الموضوع ده حيكون صعب، يعني اتمنى انه هو يجي الخرطوم ويقدم نفسه، ولو فعلا هو يمتلك الموهبه حيلقى فرصه، لو ما كان في الهلال ان شاء الله في اي نادي من انديه الخرطوم لحد ما يصل الى نادي الهلال. نرجع للعضوية والحديث عنها لسه بيستمر، عن الإشكالات اللي بتواجه الناس في اكتساب العضوية. أسعد بيقول أنا سمحت لما الناس تيجي عشان تطلب العضوية أو تقدم للاكتسابة بيقول لهم خلاص العدد اكتمل. لا، ما في حاجة اسمها العدد اكتمل، ممكن يكون العدد اكتمل خلال اليوم للتسجيل نفسه، لكن هي العضوية مفتوحة في ان هي بتكتسب اي عدد، ولا الا ما كان احنا حاليا احتجينا علينا العضوية 4000 فقط من جمهور الهلال العريض. السلام عليكم. مرحبا معاذ. السلام عليكم. مرحبا، اهلا بك. حرزاوي من جزلة. مرحبا بك يا حرزاوي، صباح الخير. مرحبا، اهلا وسهلا. هذا في اخونا محمد احمد يسوق، ربنا يجعل في عليهم ان شاء الله. معلش بس يا حرزاوي صوتك بعيد شويه. والدليل ربنا يرحم اخونا محمد احمد بيسوقي ويجعله في عزين ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يرحم استاذنا الجليل و من الاجره والله يجي مساجد. ما سامعك. والدليل محمد احمد بيسوقي من الاجره والله يجي مساجد بيسوقي ليه؟ انا شايف معزه بيسوقي وده محمد احمد بيسوقي. علاقته بي انا؟ لا طبعا. لا بس الاسماء بس، لكن هو استاذي اكيد. هو طبعا من عبره، ونحن بعبره محمد احمد بيسوقي ده. لا انا والله لي الشرف انه انا اكون من ناس عدبره، لكن انا من الابيض ومرواب والحتات دي. ربنا يديك العافيه. ربنا الله يخليك، تسلم. اتفضل يا حرزاوي، سمعت موضوعنا من الاول؟ موضوع العضويه وانتساب العضويه. نعم نعم. الناس بتقارن الهلال بالانديه المصريه والانديه المصريه، طبعا هو يعني ما المفروض ما يكون في فريق بين نادي الهلال والانديه الافريقيه والانديه العربيه. طيب. أما نادي الهلال طبعا أي نادي عنده طموح يشارك في البطولات الأفريقية لازم يكون عنده عضوية كبيرة. عضوية الهلال لم تستخدم عن طريق الاتصالات ولم تستخدم عن طريق التسجيع. نعم. إحنا المفروض مباراة الهلال نلقى 60,000 مشجع، لكن لما نجي للعضوية يعني حضرت مفروض ال 1,500 جنيه. نعم. منتخب أو مشارك في انتخابات نادي الهلال. نحن طبعا عندنا ولايات، ولايات السودان مختلفة. أنا أخونا قمر الدولة المصباح اللي مشهور طبعا قال المفروض يكون في مراكز استخدام عضويه في الولايات. وهي ما صعبه ما دام اطلب في انديه الهلال في كل ولايات السودان، المفروض يكون في كل نادي سكرتاريه لنادي الهلال الاب. جميل. يعني نحن هنا في كسلا المفروض يكون عندنا سكرتاريه استخدام عضويه في نادي الهلال كسلا، يكون النادي يجي يسجله في نادي الهلال، ويكون سكرتاريه نادي الهلال كسلا تكتسب العضويه لنادي الهلال الحاضر. يعني يكون في سكرتير نادي الهلال كسلا يكون مندوب او مكلف من نعم اداره نادي الهلال العاصمه، لانه اي زول يستحق بالعضويه في كل ولايات السودان، فلن تستجيب العضويه ويسجل الرسوم. بعد ذلك الانتخابات تكون زي انتخابات السودان، الانتخابات السياسيه انت عندك مقاربة اختراع لكل ولايات السودان. نعم. اذا ما نعمل مقارنه يعني المفروض لما نشتغل عضويته او كان جات الانتخابات الاخيره اللي فاتت الخطيبه كانت كلهم بعد كل مره جيت الدائره الانتخابيه في نادي الاهلي في ولايه كده، الدائره الانتخابيه لنادي الاهلي في مدينه كده. نحن دايرين نحن هنا ما تكون اول حاجه الانتخابات داخل استاد الهلال فاضي. نعم. الانتخابات اولا العضويه كلها انحصرت على 26 ولايه في السودان او في كل مدينه من مدن السودان يجب فيها نادي الهلال يكون في مندوب او مكلف من اداره نادي الهلال للأرض يستلم العضويه. لما تيجي الانتخابات العضو اللي حق له التصويت
يتبع عليه نفس الشروط اللي منطبقه على العضو المقيم في ولايه الخرطوم او اللي حق له الانتخاب في ولايه الخرطوم. نعم. بعد ما تكون انت وسعت دائره العضويه وسعت دائره الاشتراكات الماليه المشاركه في حل مشاكل نادي الهلال. لانه نحن زي ما قال اخونا قمر الدوله عنه نحن بنتين نعتمد على الرؤساء الرئيس الماليه. فاهم الرأس المالي بيكون عندها خدمه على الفريق والله يعني الناس عارفه. لانه الليله اللعيبه قدام لعيبه الهلال بعيدين من المشهد السياسي والمسرح الرياضي لانه يفتخروا للمال اللي بيسيروه الان نحن والله ما دايرين في يوم من الايام نادي الهلال يكون رئيسه احد ابناء اللاعبين الهلال. انا عارف انه بيكون عنده الخبره بيكون عنده بيكون عنده الخبره الكرويه الكافيه اللي تسير نادي الهلال. انا احنا ما ممكن نعتمد على راس ماليه وطنيه في اداره نادي هم بيفتخروا للخبره الرياضيه. صحيح. يعني حتى لو اكتسبوا عن طريق واسطات لو اكتسبوا عن طريق علاقات خاصه لكن اصلا هو عنده خبره يدير بها نادي الهلال. عشان كذا نحن الانديه السودانيه الموجوده الان سبب خروجها من البطولات الافريقيه هو ضعف الاداره. يكون عندها امال لكن المال ما هو كل شيء. نعم. دارين الخبره نحن عندنا الحمد لله مجموعه من لعيبه الهلال وعندهم احنا عندنا اخونا عمر النجي لعب في نادي الهلال عنده دكتور. صحيح. عندنا مجموعه يعني ده من ذكر الله للحظر عندنا مجموعه من ابناء الهلال الاوصياء الذين لعبوا في نادي الهلال عندهم الخبره الاكاديميه والخبره الرياضيه لكن بيستغلوا للمال عشان نحن نطلع من جيوب الافراد. لازم عضويه نادي الهلال تفعل في كل السودان. كل السودان نجي عندي وانا هنا في كذا والله مستعد اكون مندوب او مكلف من اداره نادي الهلال في نادي الهلال كذا عشان نحن نستجيب العضويه اللي قلنا لنا 200 أو 300 من افراد من المشجعين في ولايه السودان في كل ولايه ب 26% بيتم ب 5000 سويه. نعم. ولازم الناس تفعل العضويه ال 4000 سويه ما حد من نادي الهلال اللي بيخش في استاد الهلال اكثر من 60000 لكن لما تجي العضويه 4000 سويه ما حيعرف يغرد. صحيح. بعدين نحن دارين نغارن نحن نغارن انا كمشجع اغارن بانديه المصري والانديه الغائبه. انا كعضو عملت من نادي الهلال. انا كعضو عملت من نادي الهلال لازم انا اكون فعال. يعني ما ممكن يعتمد على الصوبات والكاردينال والبرير وصلاح ادريس وغيره وغيره يعني هيئ لي النادي، النادي ما مثل انا ما دام اصلا ارتضيت بانه اكون عضو لنادي الهلال، لازم يكون عندي دوري شنو انا؟ دوري اشجع او اتصل؟ لا لازم يكون عندي دور فعال ومشارك عشان على الاقل احفظ لنادي الهلال ده حقه واحتفظ بانه نادي الهلال عنده دور الرياضي والقيادي في الغابه الافريقيه. صحيح. صحيح. شكرا لك يا حرزاوي. ربنا يجزيه خير وربنا يعينه ويوفقه ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا جزيلا يا حرزاوي على تواصلك معنا وفعلا الموضوع مهم جدا، اتمنى انه كل الناس تشارك وتدلي برايها في هذا الامر والناس بعدها تبقى نشطه جدا في وتتحرك نحو نادي الهلال لاكتساب العضويه. يعني ممكن الفوائد اللي انت تكتسبها من خلال بطاقه العضويه اللي حتحصل عليها، واحدة من الأشياء إنك أنت بتمثل نفسك في نادي الهلال، ده بيخليك إنك أنت عندك الحق الأساسي. هو حاليا الناس بتقول ما نخلي موضوع العضوية إنه هو الحاجة السمة الأساسية فيه مشاركتك في الانتخابات، لا عندها فوائد كبيرة جدا عضوية نادي الهلال. ممكن أنت وأسرتك بعد ما يعني ينصلح الحال ويصبح نادي الهلال فيه مكان للترفيه، مكان للأسر، وفيه مناشط أخرى غير كرة القدم وكرة السلة، إنه يكون مفتوح للجميع. فأنت من خلال هذه البطولة أنت وأسرتك حتكون من الأعضاء الموجودين دائما في نادي الهلال. عشان كده اكتسابه مهم جدا، وكمان ما تنسى حقك في أنك أنت تصوت في اختيار من هو أصلح لإدارة نادي الهلال في الفترة القادمة. السلام عليكم. مرحبا بك. عليكم السلام. بتكلم عن شنو؟ عن الكهرباء داتا. بتكلم عن اكتساب عضوية نادي الهلال. ايوه. العضوية المستجلبة ما تنفع. تمام، كلامك صحيح. العضوية المستجلبة جدا. ايش اسمه يعني
ما العضويه المستجلبه دي تعرف مشكلتها كبيره جدا في انك انت احيانا بتاخد اصوات ما من حقك، والناس الاساسيين اللي حصلوا على بطاقه العضويه هم ممكن يكونوا يتحرموا من ياخذوا التصويت او من حقهم الدستوري في انهم هم يصوتوا لصالح الرئيس المنتخب. فعشان كده دي واحده من الاسلحه اللي ممكن انت تحارب بها العضويه المستجلبه، انك انت تكون عندك عضويه اساسيه في النادي تقفل بها كل المنافذ وكل الطرق الممكن هي تفتح لك مجال للشبهات. يعني احيانا بعد الانتخابات فيكون في طعن، ليه؟ لانه والله الناس جو صوتوا للشخص الفلاني وهو فاز برئاسه نادي الهلال، الناس صوتوا ديل ما اعضاء في النادي، جابوا انه دفع لهم قروش، فدي ممكن تبقى لك ثقره فانك انت تضعن في يعني في واحده من نتائج الانتخابات. عشان نحن نضمن الحق الدستوري ونضمن انه ما يكون في اي اشكاليات في رئاسة نادي الهلال، خلينا نكون نشيطين جدا في انه نحن نحصل على عضوية النادي ونفيد النادي بعديد الاشياء. يعني احنا عايزين نطلع من موضوع انه الاشخاص هم اللي يصرفوا على النادي فقط من غير ما احنا بس نجي نحضر كورة ونشجع وندفع يعني قروش التذكرة ونطلع، لا، احنا يكون عندنا دور في بناء النادي، في الاسهام في اي مشكلة تحصل في النادي، تحس انك انت فعلا جزء من نادي الهلال، مش جزء بالتشجيع بس، لا، جزء بانك انت قاعد تدفع قروش عشان انت حتكون مساهم في حل اي مشكلة بتحصل في النادي. السلام عليكم. الو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاخت معزة الدسوقي، معتصم احمد حسن العزازي، حي العرايش. تحية خاصة للتيم العامل في قناة الهلال بخصوص أسرة الاثنين، الأسرة الرياضية المتميزة، بغاية الأستاذ النعمة معزة الدسوقي. مرحبا بك يا معتصم، صباح الخير عليك، كيف حالك؟ صباح النور عليك. أول حاجة يا معزة الدسوقي، الناس اللي بتتكلم هنا ده من الصباح في الموجة الأزرق ده، الهلال ده فتح العضوية في العام ده، أنا واحد من الناس ذهبت من هنا من الجزيرة للخرطوم عشان كتاب العضوية، بالنسبة لنا فخر لنادي الهلال كون نفتح العضوية في زمن زي ده ونفتح العضوية. نعم. العضوية أستاذ معزة الدسوقي، البرنامج بتاع العضوية كان في الهلال، بس كان في وأنا نوع بسيط كده وهو بنبي عليه. الزمن اللي هو كان بيفتح فيه العضوية أستاذ، أنا من الجزيرة مثلا بسافر الخرطوم عشان أكتب العضوية. الباب بتاع العضويه بتروح الساعه 4، الساعه 4 حتى الساعه 3 كله عنده، كان عنده ايام معينه بالتحديد بتاع العضويه والدوليه. نعم. عندنا في الاسبوع ايام معينه كان محددينها. نعم. الاثنين والاربعاء ولا السبت، ده كان تقريبا دي الايام الفتحيه للعضويه. العضويه ذاتها بتاع نادي الهلال الاربعه دي يا استاذ بيتكلم عنها دي، انا اسمع بالرقم 64907 ده رقم العضويه بتاعتنا، وما استلمت البطاقه لحد الان. ما استلمت بطاقتك؟ ما استلمت بطاقه، لكن ده رقم العضويه عندنا 64907. تمام. نعم. يلا معز العضويه ذاتها في نادي الهلال، عشان اقول لك مثلا يجي الولايات ويجي البرنامج ده والجائحه بتاعت الكورونا والمشاكل اللي جانبها السودان في العام وفي العام السابق والسنتين دي اشكاليه. هو بس كان يكون في التسجيل الالكتروني. يعني كان في نادي الهلال يمكن يكون 95% اعضاء، لكن لا، المجلس السابق اللي هو مجلس الدكتور اجرب الكاردينال كان فيه حصر العضويه، العضويه بتاعنا 5000 يدخلوا العضويه، ما كنت انا جايز ولا يشارك العضويه ويكتسب العضويه بتاع نادي الهلال، بس لما التطبيع دي فتحت العضويه دي وحدد ايام معينه الناس ما تجي تعمل العضويه، مددوها شهر، مددوها شهرين، الناس ما جات، الناس يجوا في بدري يقولوا العضويه دي في بدري، يقول لك العضويه السليمه، انت اذا كان عندنا نادي الهلال وقدرت تكتسب العضويه بتستاهل 100 من اجل العضويه بتاعت نادي الهلال. جميل. يعني ما دفعت انت لو دفعت 4-5 عشان تكتسب الهلال بالنسبه لنا شرف. كون مستضيف عضويه بتاعت نادي الهلال. اكيد. الهلال ده استاذ المفروض يكون على الاقل اقل عضويه بتاعته تكون 95%. نعم. لكن طبعا العضويه طبعا بقت محصوره، والناس اللي تصير خرطوم بتعمل العضويه ده طبعا الناس بتعاني منها معاناه شديده، لكن اذا انت كان بتحب الهلال بتحب الكيان ما دفعت في الهلال في نفسك ما دفعته. نعم. لان انت تكتسب العضويه بتاعت نادي الهلال، ما عضويه بتاعت نادي بتاع حي او بتاع جناي. هو اكبر فريق في السودان بعد والنت التوريدي المريخ. العضويه الحمد لله اذا فتحوها الناس تمشي وتعمل العضويه الحاضر ايش هو المانع شنو؟ يقول خسرت 5-6% يعني قروش. لكن انت قاعد في مكانك طيب تقول لي انا ما فتحوا لي العضويه وانا مثلا المفروض اكون كذا العضويه، لا ما كذا. انت كان اصلا دار الهلال الثاني من الهلال تمشي من هنا تعمل العضويه هناك. نعم. العضويه ما حاجه سهله.
كلامك صحيح. يعني طيب يا معتصم، حاليا المطلوب شنو؟ يعني انت لخص لي كلامك ده في نقاط، يعني شنو المطلوب من لجنة التطبيع او حتى من جمهور الهلال في موضوع العضوية؟ لجنة التطبيع يا معزة ما قصرت، فتحت بابه وصدوره لاي زول دار يكتفي نادي الهلال العضوية بتاعته، ورحبت باي زول. انا من ضمن الناس يا استاذ اللي مشيت والباب لقيناه فاتح وما تاخرته، والله يمكن 10 دقائق ما عدتها في الباب. نعم. واحد قبل شوي كان يتكلم معاكم المتصلين ديل، قال لي ابني قصدي هو مشى. هو قال ما مشى، هو ما مشى، قال لي انا سمعت، عشان كده قلت له يعني السمع ده مشكله. ايوه انا حتى رجعت الشباب ما عاد كده، حتى رجعت الشباب ما عاد العضويه ولا تاخرت، الحمد لله وفقت ودفعت المبلغ وتعرف مع شهور على انتظر البطاقه بتاعت العضويه. قال لي البطاقه دي بتجي في المكتب بتاع الايراد او مكتب الهلال جوا. حتى في زمن كان قبل كم فتره كده كان رئيس نادي الهلال او رئيس مجلس التطبيع قال استلام بطاقات العضويه قبل كم يوم، وكان ما عارف الحاصل في ذلك شنو. قليما الموضوع ده فتحوه ثاني قفلوه، ما عارف الاستلام كان طريقته كيف وما درجه الاستلام. نعم. هسه يقولون يفتحون ثاني، ما مشكله يفتحوا باب العضويه ثاني من جديد والناس تسجل. العدد الحالي الاستاذ في نادي الهلال ده ما بشرف نادي الهلال، يمكن يكون في نادي في الجزيره العدد ده يكون عنده. هذا كلامك. العضويه ذاتها بتساعد كثير في الانتخابات وبتساعد كثير في المجلس المنتخب. يعني يكون عندك صوت ويكون عندك كلمه في المنتخب في الانتخابات. لكن يا معز الناس قاعده نايمه ودار البطاقات والعضويه اللي تجيك ساعه في مكانك انت كده، والله انا اشوف الهلال ده ما حاجه ثانيه. صحيح. لازم من قد وجد ان الصراحه انت ده ما تعبت ما بتضوف للحياه ما بتضوف طعم ذاته للعضويه. انا كونه انا والله يا معز ما صدقت بانه اذا تضيع فتحت تسجيل العضويه يستقبل العضويه في نادي الهلال. صحيح كلامك صحيح. هو الشيء انت للزمن اللي بتشتغل فيه وانت لليوم ذاته شغالين فيه من هنا. انا من دخول المرتب ما فيش عارف تفتح الساعه كم، سافرت من هنا عشان استقبل العضويه. الحمد لله كسبت، ربنا وفقني ان شاء الله حكون قدر العضويه بتاعت نادي الهلال وان شاء الله يزول يحب. وكمان عندي بالاخص اخوي يحيى عباس، قلت له يا عباس يا خالد منك رجاء خاص انت تعال خرطوم ثاني ما عليك التذكره والنادي عارف ولا بتسهيله بتسهيله لك تعال تسجل العضويه. نعم. لظروف المهم غامضه ما ظهر ان شاء الله يخش عليك يا عباس يعني لك بالحافظ العضويه. جميل. الله الوطن الهلال ومنادي الهلال والتوفيق استاذ معزه. شكرا يا معتصم، شكرا جزيلا. في نقطة فعلا أنا كنت عايزة أتكلم عنها ومعتصم ممكن يكون هو بدأ، إنه إجراءات العضوية نفسها إجراءات سهلة جدا وما في أي اعتراض يعني أو حتى تأخير ممكن يواجه الشخص اللي بيطلب العضوية. يعني هم عاملين منافذ وفيها موظفين هم تابعين لنادي الهلال، ويعني الموضوع سهل جدا في انك انت تكتسب الموضوع او يعني تعمل اجراءاتك، حتى ما بتتاخر في انك انت. فعلا الناس بتكون كثيره لكن سرعه الاجراءات بتخلي الناس تمشي سريع في اجراءاتها، ودي نقطه مهمه في انك انت ما حتتاخر في مثلا في ملء الاستماره او حتى في تخليص الرسوم وغيرها من الاشياء دي. اللجنه كانت حريصه جدا على ان هي توفر كل المعينات لمكتسبي العضويه عشان ما يكون في اي كلام في ان نحن والله جينا للنادي عشان نكتسب العضويه واجهتنا صعوبات واجهتنا مشاكل وما قدرنا ورجعنا في الاخر. لا، الموضوع سهل جدا. اتمنى انه فعلا بعد القرار بان هي توقفت بسبب جائحه كورونا يعني لجنه التطبيع في نادي الهلال تقدم طلب للجنه الطوارئ المركزيه في ان هي تسمح لها بالعوده وفق الاشتراطات الصحيه، يكون في تباعد، يكون في التزام تام، الناس ترجع من جديد وتبدا في اجراءات اكتساب العضويه، وان شاء الله يعني الناس تستفيد استفاده كبيره جدا. يعني من ناحيه انك انت تكون عضو فاعل في نادي الهلال، والاكيد النادي بيستفيد من كل المبالغ اللي بيتم جمعها من خلال الاشتراكات الشهريه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك استاذه معزه الدسوقي. اهلا بك، اهلا وسهلا. تحية ليك والتحية لمشاهدي قناة الهلال وجمهور الهلال كله داخل وخارج السودان. مرحبا، اهلا وسهلا. محمد يوسف المكنون. اهلا بك يا محمد يوسف، صباح الخير. ونترحم على صعداء الرياضة مولانا جمال حسن سعيد محمد احمد بتوبي عبد المنعم عبد العال، ان شاء الله ربنا يرحمه. ربنا يرحمه ويغفر لهم جميعا ان شاء الله. اكتساب العضوية. نعم.
عندك اكتسبت العضوية يا محمد يوسف ولا كل يوم بتجي بس تعمل لي مشاكل وتتكلم في النادي وفي اللاعبين؟ عندك بطاقة ولا ما عندك لحد هسه؟ ما عندي بطاقة. ما عندك ليه؟ السبب شنو؟ السبب شنو؟ السبب شنو اللي بيخليك لحد هسه ما اكتسبت بطاقة العضوية؟ استاذ معزة انا بوريك السبب. اها تفضل استاذ معزة. كل الحاجات دي بتجي لعدم المؤسسية. كل الشغلات دي يعني في الليلة الهلال يقول لك يعني السودان كان فيه 40 مليون في 37 36 مليون ديل هلالات صح؟ نعم. لكن يا استاذ معزة الدبل العشوائية والوضعية ما منطق. نادي زي الهلال 4000. نعم. يعني 4000 زي قال لك انا حقاسي بخش الارتفاع بس 4000 بخش 65000 كيف عضويتنا تكون 4000؟ نعم. يعني 90 دقيقه بخشها 65000 وسنه كامله 4000. ما ده السؤال، ما ده السؤال هنا انه عدد هو عدد عدد الجمهور كبير جدا وللاسف الشديد. ايوه يعني للاسف الشديد 65 ده جوه الملعب. ال 65 ده يا محمد يوسف جوه الملعب، البر بيكونوا اكثر والبشاعة أيوة العضوية كده. يلا ده السؤال عشان كده احنا بنتكلم في الموضوع ده. معناته يا استاذة احنا في الهلال الله خلق عندنا كورونا تباعد يعني 61 ل 4000 قبل الكورونا دي في تباعد زاد وخش اللي صار الاربع قبل الكورونا في تباعد صح؟ نعم. نحن ناس يا استاذة انا والله حصل طيب ترفع ما محطوط في حساب قلت الهلال ونكال الذنب. ما انا اديك العشوائية في اي حاجة. نعم. مكان الخرطوم نحن ماشيين على الجوهره. نعم. انا مشيت القاهره المصريه لقيت الناس كتار الشباب ذي قلت له والله ما شاء الله في تطور يعني جابوا تذاكر في الخرطوم وتذاكر في الدرمان وفي بحري. سميت تخش من الصفوف. نعم. قال لي لا لا والله دينا الناس مسافرين مصر بس. يعني شوفي نحن عندنا حاجات في اي حاجه في عضويتنا دي زي ما قال لك المتصل ده حرزاوي ده. نعم. الصح يكون عندنا مثلا نحن في الجزيره مكتب في مدني معروف شغال ما هي باغات بتشيلها وبيشيل الورق جاهز تصفي ويتمزول. نعم. اسمك رباعي بطاقات رجع النادي. اسمع زي الرقم الوطني السيستم واحد هو البطاقه القوميه. اكيد. بتبقى في اي سجل لكن كان مشيت اي سجل في السيستم واحد. فعلا كلامك صحيح. نعم. وبعدين نحن كان الكاردينال زمان عنده قال داير يعمل نادي في الخرطوم ونادي في الدرمان ونادي في بحري باسم الهلال. هسه انا قبل شفت كلام حلزاوي ده انه زي في اي بلد نحن ما شاء الله عندنا 30 هلال. نعم. يعني اي نادي يكون تابع ما شرط في الميدان صحيح النادي تابع للهلال يعني شرط. وبعدين بقت العضويه ذاتها اشتراكك ما صعب ما شرط تمشي رصيد جبنكت يعني في حاجات تسهيلات كثيره احنا ما استفدنا منها للي نعم نعم. طيب بالمناسبه انا جاي كوره الهلال والاهلي المصري وصف لي الدله وين؟ قال لي اخذ دله لي نادي الاهلي المصري البنك النادي الاهلي المصري قلت له اللي انت تذكر اسمه معناته تابع للنادي الاهلي المصري. في السودان هنا استاذ معلم. نعم. وسمعنا معلومه انه النادي الاهلي المصري عنده مزارع حاليا في السودان استثمارات بتمشي لهم هناك. نعم. نحن عكس. نستنى زول يدفع لنا وللاسف يعني ما استفدنا، عكس الليله الصوبات ده جاب العضويه وفات، يجي بكره زول بيدفع لنا في الشارع عديل بدل 4000 بيكونوا 4000. نعم. يجيبوا الناس منه فازوا وقلبوا الصيوانات وفازوا. صحيح. يقعد 4000 لا في حاسب. حصلت هزيمه دي اغير لك في الاداره وفي الكلام الزي ده. صحيح. في نحن عشوائيتنا استاذ معلم. نعم. ونحن نحن اي حاجه في السودان الحمد لله ما بهدلها يا اخوي لو تكون رياضتنا دي بس الرياضه دي ما قرارات انا هسه انا دار اخذت منك ثلاثة نقاط بلا قرار وباخذها في الدرج وبفوز بتتقبل نعم يلا نحن دارين المؤسسيه دي يعني حسي زي الهلال والله خجله والله استاذ معانا زي الكوره دي صح في الشعارات الحاجات اللي سواها دي الليله للاسف شعار الهلال من سنة 1930 91 سنة نعم فنيلتنا بيورا مكتوب على الهلال نعم لكن أنا معاهم حق لأنه كان كتبت عليه اسم معزة شهرين ما بتتم معناتها أنا متجدد الليكي نعم كتب الهلال دي الفنية بيلبسها يا زول نعم يعني عكس تلعب مع النادي تلقى اسمه بيورا كان بالعربي كان بالإنجليزي باسم النادي نحن ناس في فنيلتنا بس فيها الهلال لأنه بيلبسها كل ثلاثة شهور لاعب ده كله عدم المؤسسية وما عندنا مرة يعني صح نقول خطوه قصيره المدى وطويله المدى كذي نعم يعني احنا للاسف الليله في الصوبات ده لو فات بيجي رئيس نادي بعده اول حاجه بيشوف هتسجلهم الصوبات ترشين كعبين دي ما فارقه يجيب لعيبته فات نعم. ثاني جل بعده نعم كذي احنا ما بنصل للحاجه اللي دايرينها بعدم المؤسسيه في اي حاجه نعم احنا في نادي زي الجوهره استاذ زي الجوهره للاسف شاشه ما في هو كانت اذاعه داخليه قريب ده ما في نعم يعني في حاجات تكميليه دي ابجديات
ونضرب مثل بين نادي الاهلي المصري ونضرب مثل وين وين، الناس هنا جماعه عبروا ما النادي الاهلي بس، فعلا صح. الزمالك حتى الانديه هناك الصغيره عبرت، صحيح. لانه شغالين بمؤسسات، حتى ان جاء فات الرئيس وجاء رئيس ثاني زلقى المؤسسات، لو فات لاعب لقى لاعب زلقى الواحد القانون ثابته يعني بتمج عليها. احنا استاذ معزه يعني شغلتنا ما مفهومه. نعم الحمد لله اقتصدنا عضويه قناه الهلال. الحمد لله. نعم. فيك تسيب أي يقول يعني. صحيح. تكون كهربته قاطعة. دي أسهل حاجة. نعم. عشان كده طيب يا طيب يعني حاليا المطلوب شنو؟ يعني تسهيلات أكثر عشان الناس يعني موضوع العضوية ده ما يكون فيه إشكالية ترحيل وأنا عايز أجي الخرطوم، ولا شنو الحاسين هي فعلا واقفة يعني معوقات أمام اكتساب العضوية، وشنو الحلول اللي أنت بتقترحها للجنة التطبيع؟ والله أستاذ معزة ثلاثة أنفار من الخرطوم مثلا يمشوا مدني، ثلاثة مشوا في النار، معاهم هناك في مكتب معلوم بيانات تشيل دفاترك دي كلها وتسجل اللاعب عضويته، وين العضوية اللي أنا معمروقة قبل شهر البطاقات ذات الصحة كذا معاي بس أسجل فايس مازول التغليف المكانات دي ما موجودة. نعم أكون جاهزة. وقتي. أنا في مختصم ده قال لك ما استلمتها، وبرضه عندكم في استطاعة الشارع مره قولي اتكلم معاه قناه اليوم اتكلم في شنو قالوا شو بنيت تفصيلها ثلاثه في المدينه. ايوه يبقى الناس تسجل الليله ما استلموها يعني صح. جات انتخابات الليله دي كلها بالليل. نعم. وما يعني والله انا شايف انتخاباتنا دي ما بتقود للرئيس لان النائب ولا الكلام الزي ده. كمان قالوا صلاح الدين اذا صرف للناس زي العربات يصرف جمعي منه. هات تجيب لي شغالين بيها. يا بس نحن دارين المؤسسيه واحد اثنين ثلاثه اربعه في الكوره في اي حاجه في النادي ده. يعني أسيت الهلال بتعد لي عنده سبعة ثمانية مناشط لكن أنا غير كرة القدم ما بعرف ولا حاجة. نعم. صراحة إلا أسمع اللي يقول لك فاز فريق السلة للهلال كرة الطائرة بسمع في الأخبار لكن ما في لا متاح ولا فرصة. يعني دي صراحة بسمع بس في الأخبار. عنده فرق. ما يلا أستاذ عنده فرق غير كرة القدم. نعم. ما عنده إلا السيدات والطائرة والسلة كلها أيوة. صح يا أستاذ معزة لكن بتبقى معي زي ما في الأخبار بس إنه لا تجي أيوة. مثلا فريق السلة. فريق السلة حاليا هو البطل يعني تعرف بدر الدوري فاز بالكأس في الأسابيع الماضية. والله معزة أنا أصلا أمنيتي أخذ عليك تقول يوم الشايم لكن كان ما كان البطل ما كان عرفنا بعد. عشان كده دي أهمية البطاقة إنك أنت يكون عندك البطاقة بتجي النادي بتعرف كل النشاطات الموجودة. نعم يا أستاذ معزة نازل مستكرين كان أنا كتبت البطاقة دي مثلا أخش نادي الهلال بس يا اخي ده شرف سهل انت مالك ما عندك بطاقه ومين انك سودان عندك جنسيه انك سوداني عندك جواز برضه انك هلالي ناس انا ممكن كثير ناس بيسمعوني خليني اقول لك ده بتاع فارغة ثاني انت من وانا كوره. نعم يعني هي فعلا يعني وهي ظل بمجاله صحيح وربنا يصحح الحال ان شاء الله يعني ان شاء الله كورتنا نقعد على كلنا نشوف المخرجات ليش. شكرا يا محمد يوسف. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. الله شكرا لك على تواصلك معنا. شكرا. وهو فعلا يعني محمد يوسف بيقول لك ده شرف انك انت يكون عندك بطاقة عضوية في نادي الهلال، والناس قاعد تسعى للحاجة دي عشان هي فعلا يكون عندها هذا الشرف، شرف تمثيل النادي، شرف انك انت تكون جزء من كل حاجة بتمثل نادي الهلال. انا قلت لكم الاشتراكات اللي بيتم تحصيلها من الاعضاء بالمناسبة بيتم توظيفها في حل اي شيء بيحصل في النادي. ان شاء الله انت لو شاركت في انك انت تجيب مويه للاعبين بتحس انك انت عملت حاجه في النادي. فالموضوع ما بطاقه بس انك انت بتشيلها في جيبك وبتمشي، لا، الموضوع انك انت تكون عضو فاعل كمان في النادي، تساهم مساهمه كبيره جدا في كل الحاجات اللي بتحصل في نادي الهلال، وتكون شريك اصيل في النادي من خلال هذه البطاقة. زي ما قلت كانت الإجراءات سهلة جدا، ما كان في أي عقبات بتواجه الناس في أنهم هم يسجلوا ويحصلوا ويتحصلوا على البطاقة نفسها. السلام عليكم. معزز بتوقي. مرحب بك. عليكم السلام. أهلا يا أحمد، صباح الخير. لكم في تحية يا معزز. مرحب بك. أهلا وسهلا أحمد. لا البطة دي كيف لأنه فرحتنا موضوع كبير يا معزز. نعم يعني العضوية ده موضوع يعني أنا المزعني في الأمر إنه 4000 هم فقط المتحصلين على عضوية نادي الهلال. والله أنا من ملايين المشجعين. مبسوط منك شديد لأني كرهت الموضوع جميل. نعم. وتحياتي لكل الزملاء الشغالين معاك يا اخي يا عمر. والله انا اللي نبدأ لنا في الموسيقى هذه كده روقة المزاج. والله انا ذاتي اتبسطت من عمر يا عيدي له يا عمر. نعم تحياتنا له بكل ما نعم.
انت يا معز فتحت لنا الموضوع الجميل والموضوع الكبير والموضوع اللي بيهم الهلاليين يعني. نعم. موضوع يا معز يمكن احنا مشجعين للهلال منذ الصغر الحمد لله. نعم. يا معز لما بنتحدث احنا لما نتحدث عن الولايات وعن الاقاليم وعن المحليات كلها يا معز الحمد لله انه وين ما مشينا الهلالين موجودين. نعم. يمكن يا معز احنا في الحصحيصه لما الهلال يكون لاعب زي ايام الزمن الجميل مع النيل الحصحيصه في الدوري الممتاز اللي افتقدناه طيله المواسم الماضيه. نحن لما نخش ملعب الحصحيصه يا معز لو ما جينا من الساعه واحدة ما بنلقى فرق في الطريق في الاستاد. نعم. لما نحسب الجمهور اللي بيخش اقل حاجه يمكن يخشوا اقل حاجه 60 الناس بتقول اربع اقل حاجه 60 في استاد الحصحيصه. نعم. وما بيوسعون الناس. طيب. نعم يا معز لما نحن نتحدث عن عضويه في نادي الهلال ونحن نمشي نادي الهلال يا معز افتح يكونوا في مناديب من الهلال او يكونوا في ناس مسؤولين من نادي الهلال يكونوا بالولايات في تكون في تكون في مواكاتب. نعم. وحتى لو ما كان في مواقف تكون بالمواضع اللي احنا جماعه في العصر الحديث بنبدو في الحاله الحديثه يا معز. نعم. ممكن نوثق مع بعضنا البعض ونكون في ترتيبات نشوف خدمه تقنيه جميله لنادي الهلال اذا قلنا بالواتساب ممكن نشتغل وصورنا جينا احنا كلنا نكون قضيناها يا معز. نعم. لانه يا معز انا النيل احمد من جاي من امبغينا مثلا والله على الهلال ده احنا الهلال بيشجع شو خلي معنا نخلوه بحاجه. اول حاجه يا معز باب العضويه في نادي الهلال ده استثمار لنادي الهلال حقيقي. صحيح. بيخلي الهلال يستفيد على المنظومه المشجعين ما محتاج على ما على افراد. لما يكون على المنظومه ككل يا معز الفائده بتجي لمصلحه نادي الهلال. نعم. احنا يا معز همنا جبنا لاعب 3 4 مليون دولار يا معز لكن لما تكون في عضويه لنادي الهلال يا معز تعال شو اشتراك الشهر كم مثلا في العضويه نقول يا جماعه انا احمد ده نعم مفعله بدفع في الشهر 500 جنيه لما تجي السنه بكون عملت كم؟ بكون عملت 6000 جنيه 6000 يلا شوف الكلام شد زي احمد بيدفع 6000 جنيه سنويا صحيح لما نضرب المبلغ نلقاه ممكن مش بيد محترفين بعد الجوهره بيد مسوي لها ثاني جوهره ايوه فعلا لانه يا معز احنا بنشجع الهلال ما انا ما شايف جمهور الهلال ده بسيط للدرجه دي يا معز لما تكون في مباراه حاسمه مباراه قويه ومباراه في الجوهره الزرقاء استاذ الهلال ما بيوسع بيشيل الجمهور ده في الخرطوم ده في الخرطوم احنا يا معز في الولايات الحمد لله ما شاء الله يعني معتزين بحب الهلال وبعزه الهلال لانه يبكي اننا فتحت الموضوع اللي احنا ذاته ما قادرين ثاني نسكت عنه في بالذات في الهلال نعم لانه يا معز دور العضويه كبير وبيساهم بتكون انا شايف دي مساهمه عامه من جمهور الهلال صحيح انا بشجع هلالي مش بشجع هلالي من منازلهم لا لازم يكون عندي صوت في الانتخابات لازم يكون عندي الحاجه التي تخدم الهلال المال اللي بتصير الهلال نعم معروف يا جماعه البطاقه دي فعاله وفيها عندك عضويه في نادي الهلال والشرف العظيم انك ترتدي البطاقه من نادي الهلال نحن يمكن يا معزه ودينا واحد من الزغال الموج الازرق مشى محتفظين ورانا البطاقه وكان بتعني شنو مننا نعم لكن لما لقينا يا معزه في زمن محدود في نادي الهلال في ايام محدوده عجزنا عنها والله والله يمكن ندفع للهلال لو قالوا الرحله من امبغانا للخرطوم ب 50000 مستعدين ندفع نعم يعني اسيا احمد المشكله في انه الايام المحدده والزمن ضيق يعني من الساعه 4 لحد الساعه 7 زمن ضيق يا معزه انا ممكن من الحصحيص اتحرك الساعه 7 الساعة أنا 9:30 في الخرطوم حصلت أستاذ الهلال الساعة 12 قفلت قالوا الساعة 1 وقفت في الصف وقعدت انتظر الساعة 1 قفلت نعم. بعد ذاك أنا بس كده ما بكون ثاني أكيد ما حدا فعلا ومجتهد الآن أطلع البطاقة يا معز نعم عضوية نعم لكن يا معز لو تكون في مكاتب في الولايات وتكون في ناس مسؤولين في الولايات من العضوية لنادي الهلال بيكون في عنصر فعال ونحن كلنا بنمشي بنادي الهلال لبرا الامان، يا معز والله بنعلم جيدا نادي الهلال لما يكون في صرف من جيوب الافراد يكون صعب شديد يا جماعه العيد صحيح لانه احنا يا جماعه بيكون في اشد الحوجه للمال لتسجيلات لعيبه ومستحضرات لعيبه ومعسكرات في حاجات كثيره يا معز نعم والحاجه الثانيه لما انا امتلك بطاقه انا والله الواحد باسرته بيجي لكن نادي الهلال تكون في حاجات خدمات يعني صوت سباحه نعم. تكون فيه وصالات أيوة. حاجات صحيح. حاجه جميله انه بتجذب الاسره ويكون فيه مناشط يعني فيه مناشط ثقافيه دي الحاجات اللي بتشجع على انك انت تجي للنادي تكون فيه وصالات للمناسبات تتاجر يا معزه كده يعني ما الشغله بتوسع يعني اكيد استثمار ما نحن نبدا على راي واحد لما نكون في يعني مثلا نادي الهلال الاسري يعني ما نحن في نادي الهلال اللي بنعرفه فريق كره القدم بس كلامك صحيح حاليا نحن في نادي الهلال بنعرف فريق كره قدم وما زي ما بقولوا ما مغنيه انا
نعم. لكن يا معز لما انا جاي انا بكون نادي الهلال فيه حياه بتجذبني، فيه سياحه وفيه مناظر جميله، الزول يسوق معه اسرته وكل اطفاله بيمشي، انت بعد نادي الهلال ده خلاص يبقى لك شغله كل يوم بتمشي. نعم. لكن نعم. يا معز انت نفسي والله في ناس في الكوره دي شافت نفسها جوا، لكن لما تكون في ناس في حاجات بتجذبك انك في نادي الهلال، في حوض سباحه وفي صالات للمناسبات وفي صالات للافراح وفي حاجات يعني لكبارات الشخصيات في نادي الهلال، في حد كل الناس تدخل الاماكن دي. نعم. ما تكون محفية عنها، بتكون يا معزل الشغله بتوسع في نادي الهلال، وبعض العضويه بيكون كبير يا معزل في نادي الهلال. جميل. لان انت ذكرتي العدد القليل، والله ده حاجه مخجله والله. والله يمكن العضويه في نادي الهلال 4000 اللي ذكرتيها، والله يمكن 4000 بنطفي في قناه الهلال نحن. نعم. ما ممكن. فعلا. 4000 احنا بنطفي في قناه الهلال، ما ممكن يكون عضويه. نعم كلامك صحيح. ومعنا نادي الهلال ده نادي كبير يا جماعه، ونادي عريق، نادي له سمعته وله تاريخ، واول نادي الهلال في الوطن العربي يا جماعه. الصح يكون مش يبيع بطولات، بطولات اكتفينا منها تماما، لكن احنا ليه يا معزه ما بنعمل خطط مدروسه؟ يمكن يا معزه باب العضويه في نادي الهلال ده يا دوب في عهد الصدات هنا بدا يتحرك، في المجلس السابق كان بيتحرك، لكن زمان نعم. في حاجه مقفوله عنها كده. انا يمكن الناس بتفهم خطا، انا امتلكت عضويه في نادي الهلال. يلا تعال احمد مبارك امتلكت عضويه في نادي الهلال، شوف الرئيس الجاي للهلال ميو. يا اخي تعال، لا انا بديك اعمل لك كده، لا غلط. نعم. كده غلط، انت ادي من بيخدمك. ما من بتجيب، اللي بيخدمك ما شغله ما تبقى مصالح شخصيه، انت خلاص انا احمد ده اشوف الرئيس فلان وانتميت له، لا لا لا، نعم. كده نعم. انا منتمي لنادي الهلال. صحيح كلامك. انت رئيس بتجي نادي الهلال تخدم نادي الهلال، تنتهي فترتك وبتفوز، لكن بيبقى الهلال، وانا بكون قاعد مشجع في نادي الهلال قبلي. نعم كلامك صحيح. بالعقلانيه كده ناخذها. نعم. احنا ناخذها بالعقلانيه ما ناخذها بالمصالح، احنا مصلحتنا والله نادي الهلال ده يشيل بطوله ويكون عريس في افريقيا ويكون عندنا لعيبه على مستوى ولعيبه يهزوا الارض زي ما قلت لك، لان يا جماعه احنا تكون مساهمين حقيقيين في العضويه بنادي الهلال. لما نساهم في عضويتنا في نادي الهلال ونحن يا جماعه يمكن والله انا شايف الاربعه دي بسيطه، والله الاربعه دي يمكن في يومين بس الصح نادي الهلال يكون سجلها. نعم. في يومين. كلامك انا بتمنى من بتمنى من اداره الهلال اذا كان الرئيس الحالي او اذا كان الرئيس اللي بيجينا منتخب بنجيبه نحن ان شاء الله يكون في مكاتب في الولايات والاقاليم مسؤوله من الضابط العضويه في نادي الهلال، وكلنا مستعدين يا معزه. نعم. وكلنا جاهزين، لكن كيف انا زي ما ذكرت لك نجي الخرطوم وزي ما اقول الحمد لله اسرنا كلها ساكنه في الخرطوم، يعني ان تستجي وتسكن دي ما صعبه. نعم. ما صعبه كده، الحمد لله اهالينا كلها في الخرطوم، وكل عيشنا زاد معاكم في الخرطوم بغالي الحمد لله. نعم. ممكن تجي وتقعد، لكن يا جماعه الزمن تحدث عن الزمن، ما تقول لك يومين في الاسبوع زي ما ذكر قدامي يومين في الاسبوع ما كفايه يا جماعه. اكيد ما كفايه فعلا كلام صحيح. ما يسهل مع الموضوع كده. نعم. موضوع كبير وبفرح كبير يا جماعه نادي الهلال. نعم يا معزه والله تفضل لو في اضافه ممكن نزلها. شكرا لك يا احمد، شكرا لك. يعني هسه انا اطلع من حديثك ده المطلوب انه تمديد الزمن للعضويه نفسها وزياده عدد الايام، وتقترح انه يكون في مكاتب لاكتساب العضويه في ولايات السودان المختلفه. شكرا لك يا احمد المبارك، شكرا جزيلا. اراء عديده عبر الهاتف وكذلك في عبر الرسائل في صفحه البرنامج، واخيرا كانت استطلاعات عبر الشارع العام في موضوع اكتساب العضويه. لخصنا نقاط عديده، انه عدد من المتصين هم يصعب عليهم الحضور الى الخرطوم، فكان واحد من الاقتراحات انه يكون في مناديب موجودين في كل ولايات السودان للتسجيل. كذلك يعني في مقترح اخر انه يكون التسجيل عبر الشبكه الالكترونيه، هي بتسهل عمليه التسجيل، كذلك زياده الايام وزياده الزمن في نادي الهلال. كل هذه النقاط اتمنى ان هي يكون يعني لجنه التطبيع تضع نصب اعينها وتبدا في تنفيذها مباشره، واكيد اكتسابك لعضويه نادي الهلال عنده فائده كبيره جدا لك وللنادي، وده بيخليك انك انت تكون عندك الحق في انك تختار مصير النادي في الانتخابات القادمه، ومن هو الرئيس القادم الذي يقود الازرق في مقبل الايام وكذلك السنين. دي كانت حلقتنا لليوم من اكيد من حد في صباح الموجة الازرق. شكرا لكل الناس اللي تواصلت معنا عبر هذا الصباح، وشكر خاص لفريق عمل البرنامج، شكرا لابراهيم، شكرا لفخر الدين، وشكرا لبكري حادو، اشراق هدوش، كذلك عمر ومازين، وشكرا لولاء وكل الناس الموجودين معنا، كذلك تحيات سامي برهامي
ولزملائي في غرفة البث المباشر. تحياتي مع الزد السوقي إلى اللقاء.